هنبدأ نسطب نفس الخطوات تاني للإعادة يعني على الـ EX سيرفر. طبعا ده هياخد بينا بقى وقت زي ما قلنا كده براحته. هنختار برضو هنا انستليشن نيو سيكوال سيرفر. ندوس نيكست هنا كده. نيكست. احنا سطبنا كده كده الدوت نت هنا عشان الجزئية بتاعت الابلكيشن سيكيورتي. هختار طبعا ان انا اسطب السيكول سيرفر فيتشرز، مش هسطب الشير بوينت. هنسلكت هنا كده اول فيتشرز نيكست. احنا سطبنا ال سيكوال الدوت نت قصدي، ولا احنا بس ضفنا ال الايزو؟ اه مش متسطبه، حاك علينا يا عم. احنا بس اتأكدنا ان الاسطوانة اتضافت ولا الايزو هي، لكن ما سطبناش، سطبناه في السيرفر التاني. هناخد نفس الباث برضو كده ونضيف الدوت نت 3.5 ونقول له specify alternative path وانستول. ياخد ان شاء الله في وقت بسرعة كده، دي بتبقى خفيفة وصغيرة. ده اخباره ايه لسه؟ احنا كده خلاص سطبنا دوت نت هنا. هنكسب تاني اللايسنس نيكست. يلا يا باشا خليك جدع. ماشي نيكست نيكست. بنعيد تاني الخطوات عشان اللي مركزش في السيرفر اللي فات يركز معايا تاني. نوت نعيد تصطيب السيك ولو تاني بيشيك على البريكويزيتس بتاعت السيكوال. تمام.
هنسلكت all features هنا، طبعا دي الانستنس بتاعتنا اللي هو الاسم المقترح عليا، واحنا فهمنا يعني ايه انستنس، الفرق بين الانستنس والداتابيز. هنشتغل ويندوز مود ولا اوثنتيكيشن ولا ميكسد مود؟ لو انا ضغطت على دي بس ودوست نيكست، يبقى كده الاكونت بتاع السيستم ادمن عندي اصبحت ديسيبلد معطله، فانا هشتغل ميكسد. بالنسبه للويندوز اوثنتيكيشن هيبقى الكرنت يوزر، وبالنسبه للسيستم ادمن هتبقى دي الباسورد بتاعته. برضه هنأد هنا الكرنت يوزر، هننستول ونكونفيجر السيرفيس، ونأد هنا الكرنت يوزر. هنبدأ نقول له انستول. تمام، هياخد نفس الفترة اللي لسه ده شغال فيها اهوت، زي ما قلت كده بياخد من ربع ساعة من تلت ساعة نص ساعة. هنخلص وبعدين نبقى نشوفه بقى ان شاء الله المحاضرة الجاية.